بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. معكم حسام الحوراني من الأردن، ونستكمل دروس ماستر ان بايثون اند ارتفيشال انتليجنس مع درس في ال NLP وهو مكتبة التكست بلوب. مكتبة التكست بلوب اللي هي متخصصة في معالجة اللغات الطبيعية ال NLP، مهمة جدا هاي المكتبة، سهلة وراح نتعرف عليها ان شاء الله بالتفاصيل في السلايدز القادمة. الأجندة إن شاء الله فور توداي عدد مواضيع راح نخوض فيها ونناقشها إن شاء الله. أول شيء نحكي على التكست بلوب، نحن تعطي أوفر فيو، نحكي على البارت أوف سبيتش تاجينج أند توكنايزيشن، بعدين نشوف التوكنايزيشن أرابيك، ووردز انفليكشن أند ليمتايزيشن، ناون فريز إكستراكشن، سنتمنت أناليسيز، الورد ليست أند سبيلينج كوركشن، جيت وورد أند ناون فريز فريكونسيز. البارسينج تكست بلوب ار لايك البايثون سترينج، نشوف كيف بتتعامل مع التكست بلوب، يعني جملها كيف نعملها كسترينجز، بنشوف الانجرامز، بنشوف الانديسيز اوف سنتنسز، بنشوف الديفينيشنز اند سيميلاريتيز، ترانزليشنز اند لانجويج ديتكشن، لان التكست بلوب سبورت هذا الموضوع ثرو جوجل، تكست كلاسيفيكيشن، ونشوف sentiment analysis project، ونشوف another project في sentiment analysis. الآن التكست بلوب هي مكتبة مشهورة جدا عالميا على فيما يخص موضوع natural language processing اللي هو معالجة اللغات الطبيعية. التكست بلوب مبنية على مكتبتين أساسيتين اللي هم الـ NLTK والـ Pattern. الادفانتجز فور هاي المكتبه، اول شيء هي مبنيه على زي ما قلنا على NLTK وعلى الباترن، فهي سمبل وباورفل. الشغله الثانيه اتس ايزي تو ليرن اند ايزي تو يوز، فيها مواضيع كثيره، ات سبورت سنتمنت اناليسيز، البوست تاجينج، ناون فريز اكستراكشن، والاشياء كثيره زي ما راح نشوف بالاكزامبلز اللي بعد شوي. بعدين ات بروفايدز لانجويج ترانزليشن and detection، فممكن انك تعرف شو اللانجوج المعروفه او المعرفه في التكست بلوب نفسه، وممكن تعمل ترانزليشن لهاي اللانجوج ثرو طبعا جوجل ترانزليت. حتى نعمل انستليشن للتكست بلوب نقول له بيب انستول تكست بلوب، هاي الجينريك يعني ستيتمنت حتى نعمل انستليشن عندنا على الجهاز للتكست بلوب. طبعا في كوندا انستول تكست بلوب اذا انت بتستعمل كوندا، لكن بشكل عام هاي الجمله هي الاساسيه اللي ممكن نعمل انستليشن لها في اي جهاز حاسوب. الان قبل ما نتطرق الى التفاصيل، بس في موضوع اللي هو البارت اوف سبيتش تاجز. هلا اي جمله نحكيها مكونه من 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 كلمات، هاي الكلمات ممكن نمثلها برمز معين، تاج معين، زي مثلا انه اذا كانت ناون يعني اسم نقول له ان هاي الكلمه عباره عن ناون، عباره عن ناون. لو كانت مثلا هاي الكلمه فيرب فعل، نحكي ان هاي الكلمه مثلا هون فيرب، وهكذا. ففي كثير تاجز اللي هي بارت اوف سبيتش تاجز بسموها، حتى انا اتعرف على تفاصيل الجمله واشوف الكلمات اللي مكونه منها هاي الجمله، واعرف ان هاي الكلمه مثلا عباره عن اسم، هاي الكلمه عباره عن فعل، هاي الكلمه عباره عن صفه، وهكذا. فهذولا هم البارت اوف سبيتش تاجز اللي معروفين في NLTK، اللي كمان التكست بلوب بيستخدمها. فحبيت بس اعطيكم ليست اوف هاي التاجز عشان تكونوا انتم اوير اوف ات اذا انتم بدكم تعرفوا كل هاي التاجز. نبدا الان ندخل بالتفاصيل ونتطرق لل التكست بلوب، ونشوف كيف بدنا نعمل اول شيء توكنايزيشن، وكيف بدنا نعمل البارت اوف سبيتش تاج. طبعا لما اقول توكنايزيشن بدي اشوف، انا بدي اشرح الجمله اللي عندي او النص اللي عندي، واشوف كم في جمله، كم في وورد، ايش هم الوردز والحكي هذا كله. فبالطريقه هاي انا بقدر عن طريق تكست بلوب استعمل هذا الموضوع. فبقول له from تكست بلوب import تكست بلوب، ونقول له زن يساوي تكست بلوب، تكست بلوب beautiful is better than ugly، explicit is better than explicit، simple is better than complex. طبعا هذول الجمل معروفات في زن اوف بايثون، يعني هذول الجمل معروفات اللي بيعرف بايثون. زن اوف بايثون مكونه من حوالي 10 جمل، هذول 3 جمل منهم. الان هاي عباره عن تكست،
وعرفت هذا التكست عبارة عن تكست بلوب. الآن بقول له إذا بدي أشوف الوردز لهي الجمل بقول له print then dot words، فبطلع عندي beautiful is bitter، هي بتطلع لي كل الكلمات اللي في الجملة. فهنا الوردز بطلع لي كل الكلمات اللي في الجمل الموجودة في التكست الموجود معي. فهي أول شغلة. إذا tokenization، عملنا tokenization عن طريق إنه طلعنا الوردز اللي هم الكلمات. كمان tokenization بتطلع statements sentences يعني أو statements. فsentences اللي عندي بقول له zen print zen dot sentences، بطلع لي هاي أول sentence اللي هي beautiful is better than ugly، كما sentence الثاني اللي explicit is better than implicit، والجملة الثالثة أو sentence الثالثة اللي هي sentence simple is better than complex. فهيك قدرت إني أعمل tokenization عن طريق الwords وعن طريق sentence. هذا هو مفهوم tokenization في NLP. الآن خلينا نشوف التاج اللي هو part of speech tag. لو عندي مثلا ويكي يساوي text blob python is high level general purpose programming language، هاي عبارة عن جملة، فبدي أطلع التاجز اللي فيها وبتطلع كمان النونز. خلينا نطلع التاجز أول شيء، فبقول له print wiki dot tags dot tags، بطلع لي python عبارة عن NLP noun is VPS A عبارة عن DT الهاي ليفل عبارة عن جي جي، وهذولا كلهم البروغرامينج عبارة عن nouns، فهذولا عبارة عن التاجز اللي أنا بدي أطلع لكل كلمة موجودة عندي اللي أنا شرحت لكم إياهم بالسلايد اللي قبل شوي. فالتاجز هاي تمثل لي كل كلمة، وهل هي مثلا فعل، هل هي صفة، هل هي اسم، وهكذا. آخر شيء بدي أقول له print wiki dot noun phrases، طلع لي كل الnoun phrases الأسماء phrases. فبنلاحظ من هون انه في عندي بايثون اللي هو الاسم، فطلع لي هنا بايثون اللي هو الاسم، فقلت له print wiki dot noun phrase طلع لي اللي هو بايثون. فبالطريقه هاي قدرت اعمل tokenization بشكل سهل جدا، وقدرت اني اعمل part of speech tagging بالطريقه هاي. لا كمان خلينا نعمل tokenization بس بطريقه ثانيه. في طريقة في text blob بقول له from text blob import text blob، وبقول له from NLTK tokenize import tab tokenizer tab tokenizer. فبقول له tokenizer يساوي tab tokenizer، وبعرف هون blob تبعي، بقول له blob يساوي text blob text this is حطيت slash t يعني tab a rather than rather t tabby slash t tab blob. فهيك بدي اقول له استعمل توكنايزر عباره عن تاب توكنايزر تاب توكنايزر. فشو بيسوي هو؟ بيعرف لي الان، خلينا نشوف، بقول له print blob dot tokens. لما اقول له print blob dot tokens، بما انه عندي توكنايزر اللي هو تاب توكنايزر، بيفصل لي الكلمات حسب التابس. لاحظ كيف؟ فعملت توكنايزنج حسب التابس وليس حسب الكلمات. فهي طريقة جديدة كمان أو ثانية إني أعمل بالطريقة هاي. فهاي الجملة هاي طلعت عندي this is، لاحظ عبارة عن one phrase rather tabby كما لأنه في tab هنا، بعدين blob. فصل لي tokenizing حسب التابس اللي موجودة عندي، وهاي طريقة كمان ممتازة إني إذا بدي أنا مثلا أسوي حسب التابس. نشوف طريقة ثانية حسب blank line tokenizer اللي هو slash n يعني. فهنا بقول له from text blob import text blob from NLTK tokenizer import blank line tokenizer. هون قلت tokenizer يسوي blank line tokenizer. فهنا في جملة اللي هي a token slash n slash n of appreciation، فهنا بفصل لي الجملة حسب slash n. فهنا هي لاحظ كيف قلت له blob dot tokenize tokenizer، حصل لي a token comma of appreciation، ففصل لي حسب ال slash n اللي هو line اللي هو ال black line tokenizer. فبالطريقة هاي قدرت إني أنا كمان أتحكم كيف بدي أعمل tokenization. خلينا نشوف كمان جملة هنا اللي part of speech tagging. لو عندي مثلا هاي النص، لاحظوا document، هاي ال three statements أو ال three lines اللي موجودين عندي هنا. فقلت له text blob underscore object يساوي text blob dot document، فكانت عبارة عن document عبارة عن text، لاحظ كيف. فقلت له text blob of document، فصارت عبارة عن الآن text blob، صارت عبارة عن text blob. فهنا بدي أنا أمشي على إيش؟ على word والboss اللي هو part of speech
اوف تكست دوت تاكس، وبمر عليها باللوب هون وبطبع الوورد والبارت اوف سبيتش، فبعرف لي كل كلمه وايش هي البارت اوف سبيتش تبعتي اللي يشتغل فيها. فهون هي بده يمشي على كل الجمله، فهي ان عباره عن ان، الكمبيوتر عباره عن ناون، الساينس عباره عن ناون، وهكذا. لاحظوا كيف مثلا في عندي هون فيربس كولد فيربس، لاحظين كيف هون الناون والى اخره. فعملت انا لوب على الجمله اللي موجوده عندي اللي عرفت عباره عن تكست بلوب، وقدرت اني تو اكستراكت الوورد والبارت اوف سبيتش لكل كلمه موجوده عندي عن طريق اللوب. الان خلينا نعمل توكنايزيشن ان عربيك. فهنا قلت له فروم تكست بلوب امبورت تكست بلوب، زين يساوي تكست بلوب، اجتهد تقطف ثمر عملك، المحبه عنوان السلام، هناك ما يستحق الحياة. هي مثلا عندي هنا ثلاث جمل موجودين في النص هذا، قلت له print zen dot words، فلاحظوا هي طلع لي كل الكلمات، لاحظوا كيف بالعربي، فعمل tokenization بالعربي وطلع لي كل الكلمات، وقلت له zen dot sentences print zen dot sentences، فعمل لي 3 sentences الموجودين عندي بالطريقة هاي. فهيك قدرت اني انا اعمل توكنايزيشن بالعربي. انا ما جربتش بالعربي على كل شيء في هاي اللايبرري، لكن انا حاولت بس اني اشوف انه بيشتغل على اللغه العربيه واشتغل معي ما في مشكله. الان الوردز انفليكشن اند ليميتايزيشن، خلينا نشوف الليميتايزيشن والورد انفليكشن. الان شو معنى الليميتايزيشن؟ اول شيء الليميتايزيشن ريفيرز تو ريديوسينج ذا وورد تو اتس روت فروم از فاوند ان ديكشنري، يعني حسب الجذر الكلمة بطلع لك الكلمة كيف هي موجودة في الدكشنري في القاموس. فليمتايزيشن عبارة عن ترجيع الكلمة إلى جذرها الأصلي حسب الدكشنري وبطلع لك إياها. الآن في عندي هون import text blob، عملنا import text blob وعملنا importing the word، قلنا له sentence عبارة عن use for spaces bare indentation level، هنا قلت له print words sentence dot words sentence dot words. لاحظوا sentence هي sentence dot words الكلمات اللي هي use for space bear، فطلع لي الكلمات هي أول شغل. الشغلة الثانية عشان أشوف الانفليكشن قلت له طلع لي word of two، word of two هي word of two spaces singularize، يعني خلي لي إياها singular single، فالspaces صارت space. لاحظت حكمت انا كانت عباره عن بلورال فطلعت صارت عباره عن سنجل. هنا بعدين قلت له اعطيني الكلمه الاولى الكلمه ناقص واحد يعني اخر كلمه الليفل، قلت له خليها بلورالايز يعني خليها جمع، هنا مفرد هنا جمع، فالليفل صارت ليفلز. فقدرت اني انا اطلع الجمله الكلمه المفرده زي السبيس عن طريق سنجولارايز وفلورالايز اللي هي جمع، فالليفل طلع لي اياها ليفلز. فهي اول شغله اللي هي عن قدرت اني اتحكم بالكلمات والكلمات الجمع خليها مفرده والكلمات المفرده خليها جمع. الشغله الثانيه اللي هي ليميتايزيشن، لو عندي وورد اسمه اكتبي ف برنت دبليو دوت ليميتايز فصارت اكتوبس، اكتوبس اللي هي الجذر تبعها اللي هو الجذر تبعها اللي هو الجذر تبع هاي الكلمة. وإذا قلت له word went قلت له limitize the went صارت go، لاحظ كيف صارت go. فهي limitization إذا ترجيع الكلمات إلى جذرها الأصلي حسب هي موجودة في الدكشنري. الناون فريز، الناون فريز extraction، هل بقدر أني أعمل noun phrase extraction؟ yes I can. لو suppose أنه عندي هذول الثلاث lines زي ما أخذنا بالإكزامبل قبل شوية، فبقول له حول لي هلا تكست بلوب، وقلت له هون اعمل لي لوب على التكست بلوب اوبجكت دوت ناون فريزز، فامشي لي على كل ناون موجود عندك هون واعمل لي له برنت. اذا اعمل لي برنت لكل ناون فريز، فعمل لي برنت لكل ناون فريز كمبيوتر ساينس ارتفيشال انتليجنس اي اي ماشين انتليجنس ناتشرال انتليجنس، فطلع لي كل الناونز عن طريق هاي اللوب. الآن ننتقل إلى موضوع sentiment analysis. sentiment analysis هي يعني إجراء أو عملية حتى تشوف الattitude أو الemotion of the writer أو الجملة اللي بده يحكيها الرايتر. فأنا عندي جملة معينة بدي أشوف مثلا هاي الجملة إيش الattitude وإيش الemotions، هل مثلا هاي الجملة مثلا بشكل عام positive or negative،
هل هي ايجابيه او سلبيه، بتشوف الاتيتيود وبتشوف الايموشنز، بتشوف بسموها تحليل المشاعر باللغه العربيه السنتمنت اناليسيس، حتى تشوف هاي العباره هل هي عباره مثلا ايجابيه او عباره سلبيه. فهذا المفهوم العام تبع السنتمنت اناليسيس. الان في التكست بلوب في عندنا شغلتين، تقدر تطلع انت البولاريتي والسبجكتيفيتي. اذا البولاريتي والسبجكتيفيتي، البولاريتي هي فلوت من ناقص واحد لواحد، واحد يعني بوزيتيف وناقص واحد يعني نيجاتيف، وبيناتهم بصير في عندي برسنتج لنزل النيجاتيف والبوزيتيف. يعني ان مثلا نيوترال زيرو، مثلا الزيرو اللي هو بين الناقص واحد والواحد اللي هو زيرو يعني بكون نيوترال. اذا بكون بالنيجاتيف بكون نسبه معينه لحد ما يصير ناقص واحد، لما يصير ناقص واحد بكون ترولي نيجاتيف، لما يكون مثلا ناقص 0.5 بكون يعني ها يعني fairly نيجاتيف، لما يكون 0.5 يعني نص يعني اللي هو fairly بوزيتيف، لما يكون 1 بكون firmly بوزيتيف، وهكذا. الان subjectivity هي it refers للpersonal opinion، الراي الشخصي، قديش هو هذا راي شخصي او راي عام، هاي بمفهوم subjectivity. فعن طريق التكست بلوب زي ما راح نشوف مثال بسيط جدا نقدر نشوف السنتمنت اناليسز ونشوف شو راح يطلع معنا. الان سبوز انه في عندي هاي التكست بلوب اسمها تكست بلوب از اميزنلي سمبل تو يوز، وات جريت فن، وات ا جريت فن. الان برنت التستومينال سنتمنت، فطبع لي هي السنتمنت اللي هي البولاريتي كانت 0.39 تقريبا يعني 0.4 يعني نص يعني بوزيتيف، يعني بوزيتيف طلعت مع هاي الجمله. لو تخيل لو اعطاني واحد بتكون فيرلي بوزيتيف، واحد بيكون قوي جدا بوزيتيف. سبجكتيفيتي اللي هي 0.4 اللي هي تقريبا بالوسط، وممكن اني اطلع بس sentiment dot polarity و sentiment dot subjectivity بالطريقة هاي. اذا بدي مثلا ما اطلع كل هذول مع بعض، اطلع بس sentiment dot polarity طلعت معي 3.391 و subjectivity طلعت معي 0.435. هاي اول مثال على الموضوع هذا. ناخذ مثال ثاني على زين تبعت بايثون، beautiful is better than ugly، explicit is better than implicit، simple is better than complex. قلت له هنا for sentence in each sentence، مر لي على كل sentence، print sentence dot sentiment لكل جملة. فطلع لي أول جملة اللي هي 0.2 polarity، لاحظ الثانية صارت 0.5 أقوى كبوزيتيف، لأن هاي تقريبا شبه عام هذا المفهوم، explicit is better than implicit. وآخر واحدة اللي هي simple is better than complex أعطاني 0.06 يعني neutral، وأعطاني subjective 0.4. فبالطريقة هاي قدرت أني أنا أعرف sentiment analysis وأعرف البرسنتج بالضبط للpolarity والsubjectivity كما شفنا بالمثالين هذول. خلينا نشوف كم مثال على subjectivity والpolarity. لو مثلا عندي هنا جملة blob I love this library، وبدي أعمل كمان إلها classification عن طريق النايف بيس أناليزر. لاحظوا أنا اخترت النايف بيس أناليزر، فقلت له هنا هاي الجملة اللي هي I love this library، وقلت له استخدم لي الأناليزر اللي هو النايف بيس أناليزر بالطريقة هاي. قلت له الآن print blob dot sentiment، شو لاحظوا شو طلع لي؟ قال لي classification، classification position positive، classification عبارة عن positive، the probability of the positive كانت عبارة عن 0.79 تقريبا 0.8 يعني قريب للواحد، فهي positive. فقدرت عن طريق نيف بيس أعمل the probability تبعت البوزيتيف، وأقدر أطلع كمان the probability تبعت النيجاتيفيتي اللي هي 0.2. فهاي طلعت تقريبا classification إلها اللي هي positive sentiment، عشان استعملت أنا نيف بيس classifier في اللايبرري هاي في التكست هاب. فقدرت اني احدد كيف بدي اعمل السنتمنت اناليسيس واي كلاسيفاير اي ويل بي يوزنج. فعملت النايف بيس انالايزر وقدرت اعمل السنتمنت اناليسيس بالطريقه هاي. طيب خلينا نشوف الورد ليست ونشوف السبيل كوركشن.
ونشوف السبيلينج كوركشن. اول شيء في عندي جمله مثلا تكست بلوب كات دوغ اوكتوباس، هي عندي ثلاث ووردز، فممكن اقول له اطبع لي الووردز زي ما بتعرفوا، فطبع لي الووردز كات دوغ اوكتوباس. فقلت له بلورالايز هذول الثلاث كلمات، ثلاث كلمات، فطلع لي كات صارت كاتس، المفرد صار جمع، والدوغ صارت دوغز، والاوكتوباس صارت اوكتوبتس. هاي كيف اني اقدر اني اعمل احول من جمله كامله او ستيتمنت كامله او مجموعه كلمات الى جمع. طيب خلينا نشوف السبيل تشيكينج. لو قلت له هنا from text blob import word، وقلت له word يساوي word of valuability، valuability يعني هاي طبعا في غلط فيها الكلمة هاي، فقلت له هنا print word.spellcheck spellcheck، فطلع لي availability بالطريقة المضبوطة، حط لي اياها الدبل ال زي ما انتم ملاحظين هنا ما في ال ثانية، فلا صلح لي اياها، واعطاني واحد عليها انه هاي الكلمة المضبوطة، فصلح لي الخطأ الاملائي الموجود في هاي الكلمة. طيب لو قلت له word the، قلت له spell checking spell checking للword، فقال لي ذا 0.83 إن هذا وهي is 0.12، بجوز لو تكون هاي بجملة كبيرة إنه يعطي more probabilities عليها بشكل أفضل، فهنا يقدر يقول لي إنه هاي ذا إنها تقريبا 0.8، المفروض تكون هي تقريبا 1، بس بجوز عشان ما في جملة كاملة ما قدر إنه يستنبط إنه بده يبدأ بالجملة هاي هي أو ذا. فبالطريقة هاي. الآن لو قلنا هنا كمان ذا، لاحظوا في كمان شيء ممكن تكون شيء زي اللي هي 0.04، فلو تكون هاي بجملة بممكن إن يعطيني good probabilities احتمالية إنها هاي تكون ذا بشكل أفضل أو هي أو شيء. نأخذ آخر مثال على لو سبوز إنه في عندي هاي الكلمة I have، لاحظوا have غلط، good غلط، spelling غلط، فقلت له b.correct صلح لي هاي السبيلينج، فطلع لي I have good spelling، فطلع لي have بشكل مزبوط وطلع لي good بشكل مزبوط وطلع لي spelling بشكل مزبوط. فقدرت هيك بالطريقة هاي اني اتحكم بالسبيلينج، اطلع الكوركت كلمات الكوركت الموجودة في الجمل واطلع السبيلينجز المزبوطة الموجودة عندي في الكلمات. طيب ممكن اطلع طبعا النون phrase frequencies. هذا لو تخيل مثلا عندي هاي التكست بلوب، عندي هاي الجمله مثلا او هاي النص، قلت له هنا mounty dot word count word underscore count للايكي، عد لي قديش في عندي ايكي، فقال لي في ثلاث ايكي اللي هم هاي عندك واحد اثنين ثلاث، ففي عندك ثلاث ايكي. لو قلت له هنا طلع لي المونتلي مونتي دوت ووردز دوت كاونت للايكي، نفس الشيء بتطلع لي رقم 3، فاما بتستعمل وورد اندرسكور كاونت او بتطلع ووردز دوت كاونت. هنا قلنا له المونتي دوت ووردز دوت كاونت ايكي، وخليها تكون كيس سنسيتيف، كيس سنسيتيف، فايكي لاحظوا انه في عندي هنا بما انه في كيس سنسيتيف فالايكي بس صار عندي ثنتين لانه هاي عباره عن كابيتال لتر الاي، اللي صارت عبارة عن كابيتال لتر، فهون صار عندي كيس سنسيتيف، فقدرت اتحكم بالكيس سنسيتيفيتي الموجودة عندي. طيب لو قلت له عندي تكست بلوب هاي العبارة، وقلت له هنا ويكي دوت نون فريز دوت كاونت، اذا كاونت قديش عندي في بايثون في الجملة هاي، طلع عندي بس واحد اللي هو بايثون موجود عندهم واحد، فقدرت اني انا اعمل كاونتك حتى للناونز الموجودة عندي في الجمل في النص اللي بدي اشتغل عليه. بارسينج، بارسينج ممكن اني اقول له مثلا الجمله بي يساوي تكست بلوب اند ناو اوف سمثينج كومبليتلي ديفرنت، واقول له برنت بي دوت بارس، فبقول لي بارس، فبيمشي على كل كلمه وبيحلل لي اياها وطلع لي تاج اوف سبيتش وبيحلل لي كل كلمه موجوده عندي زي ما انتم لاحظين عندي هون. لاحظوا الاند عباره عن سي سي او او، ناو عباره عن ار بي، بي ادفيرب يعني، وسلاش بي سلاش او، وفور وهكذا وهكذا وهكذا. طيب هاي السؤال، هل التكست بلوب لو اقول له مثلا هي عباره عن جمل وهي عندي التكست بلوب، هل ممكن انا اعمل هاي التكست بلوب زي ما بعمل التكست في بايثون؟ الجواب نعم. ف
فهاي لحظه عباره عن تكست بلوب لثلاث جمل. فهون قلت له زن من 0 الى 19 طلع لي هي من 0 ل 19. قلت له برنت زن دوت ابر هاي طلع لي ابر كيس، حول لي اياها كلها لابر كيس وطلع لي اياها. لاحظوا كيف طلع لي كل شيء ابر كيس. زن دوت فايند سمبل هاي السمبل عباره عن 65 موقعها 65 كاركتر موجوده، بدها تعد من هون لهون بصير بتعد ال 65 كاركتر. قلنا له بعدين ابل بلوب يساوي تكست بلوب ابل، وبنانا بلوب يساوي تكست بلوب بنانا. قلنا له هل ابل اندرسكور بلوب اقل من بنانا؟ فقال لي ترو، لانه اخذ اول حرف مع اول حرف وقارنه وهكذا. قال لي هنا مثلا هل ابل بلوب يساوي ابل ابلز؟ فطلع معاه ترو صح، لان ابل بلوب هي عباره عن ابلز. ابل اندرسكور بلوب اند بلس اند اند بنانا بلوب طلع لي ابلز اند بنانا. لاحظوا كيف كان بعمل تكست عادي، كان بعمل تكست عادي للتكست بلوب الموجود عندي. بعدين قلت له هون برنت 01 اول واحده اللي الابل بلوب والبنانا بلوب، فقال لي ابل اند بنانا وحط لي 0 مكانها ابل والواحد مكانها بنانا. الانجرامز، طبعا الانجرامز مفهومها انه انا بصير اشرح الستيتمنتس واطلع الكلمات حسب انا وترتيبهم زي ما بدي. يعني مثلا بمعنى لو انا عندي now is better than never، هي عندي جمله، فلو اقول له انجرام 1 بقول لي now لحالها انجرام 1، وبطلع الاز لحالها وبتر لحالها وذن لحالها ونيفر لحالها. لو اقول له انجرام 2 بصير بطلع لي كلمتين ورا بعض، بقول لي now is بعدين is better بعدين better than، يعني باخذ لي كل كلمتين مع بعض بطلع لي اياها. فهذا مثال على الموضوع هذا. سوينا الكلام هذا وقلنا له blob.ingram in 2، فطلع لي هي now و is، عشان 2 اخذ كلمتين ورا بعض، بعدين اخذ is و better كلمتين ورا بعض، بعدين اخذ better than، بعدين اخذ than و never، فطلع لي الانجرام 2. 3 طلع لي ثلاث كلمات مع بعض، now is better بعدين is better than وبعدين better than never. اخر شيء ان 4 طلع لي تو ليستس، او واحده اللي هي now is better than، يعني 1 2 3 4، بعدين اخذ is better than never مباشره وطلع لي هاي تو ليستس. الجيت ستارت اند اند انديسيز اوف ذا سنتنسز، لاحظوا اذا عندي هاي مثلا الزن التكست بلوب اللي حكينا عنه، فبنقول هنا for s in zen dot sentences print sentence، طبعنا sentence، بعدين بنقول له start at index و end at index format s start to end، فstart to end بقول لي وين تبدأ الجملة وين تنتهي. فلاحظوا start هي أول شيء طبعنا الجملة اللي beautiful is better than ugly هي، بعدين start at index 0 لأنها بدأت من صفر تنتهي لحد 30، لحد هون 30. بعدين الجملة الثانية explicit is better than implicit start at 31 هي رقمها 31 الكاركتر تنتهي ل 64 وهكذا. definitions and similarity، لاحظوا انه لو عندي مثلا هنا مثلا octopus dot definition قلت له اطبع print word of octopus dot definition، فطبعا فهذا سوى لي definition تبعها، عرف لي اياها شو معنى octopus، عرف لي اياها بالجملة هاي، فبقدر اطلع definitions تعريف لكلمة معينة. فهي أول شغلة، فالديفينيشن قدرت تسوي. الآن بقدر أقول له مثلا طلع لي السيميلاريتي، سيميلاريتي مثلا أكتوبس سنس عمل سانست ساينست، والشرمب عمل لي شرمب كمان عمل لي ساينست لإشي معين، وقلت له عمل لي الباث أوف سيميلاريتي للشرمب طلع عندي 0.1، إنه هي السيميلاريتي التشابه بين الكلمتين هذولا طلعت عندي 0.1 which is قليل. translation and language detection، لاحظوا أنا هنا كتبته بالعربي قلت له هذا الطعام بارد، هذا الطعام بارد باللغة العربية، وtext blob قلت له اعمل لي detect language شي language هاي، فقال لي عبارة عن Arabic هاي. لاحظوا كيف language عبارة عن Arabic عن طريق detect language. لو أقول له translate from language from language Arabic to English، فهذا الطعام بارد حول يا this food is cold، this food food is cold which is right، أو ممكن تقول له طوال to English حول يا لإنجليش this food is cold. فبالطريقة هاي قدرت إني أعمل
اتعرف على اللغه المكتوب بها، المكتوبه في هذا السترينج، ايش هي؟ عباره عن عربي، فرنسي، انجليزي، صيني، وهكذا. واقول له كمان اعمل لي ترانزليت بالطريقه هاي. نيجي الان لنعمل تكست كلاسيفيكيشن. بنعمل تكست كلاسيفيكيشن، في عندنا تو سلايدز. فاول شيء عرفنا فروم تكست بلوب، قلنا له امبورت تكست بلوب، عرفنا ترين الترين داتا اللي هي اي لاف ذس ساندويتش، عباره عن بوزيتيف بوزيتيف بوزيتيف، كلهم بوزيتيف هذول، وفي هذول نيجاتيف. فاول 1 2 3 4 5 جمل بوزيتيف، والجمل هذول عباره عن نيجاتيف. فبدي اخليه يتعرف او يعمل التريننج على هاي الجمل. اذا الجمل هاي بده يعرف ايش هي البوزيتيف وايش هي النيجاتيف. فلاحظوا مثلا اي دو نوت لايك ذس ريستورانت، هاي نيجاتيف نيجاتيف، فالسنتمنت تبعتها نيجاتيف. فهي التريننج اللي تبعي بدي اخليه يتدرب عليه. والتست اللي بدي اخليه يعمل فحص عليه اللي هو هاي كمان الجمل اللي هي في عندي، بعضهم بوزيتيف وبعضهم نيجاتيف بالطريقه هاي. خلينا نشوف كيف بدنا نعمل تكست كلاسيفيكيشن ونطلع البوزيتيف والنيجاتيف ونشوف شو راح يطلع معي. الان from textblob.classifier اعمل امبورت للنايف بيس كلاسيفاير. فانا عملت امبورتنج للنايف بيس كلاسيفاير من الكلاسيفايرز الموجودين جوا تكست بلوب، وقلت له سي ال يساوي الكلاسيفاير تبعي عباره عن نايف بيس كلاسيفاير للترين. فالترين تبعتي بدي ادرب عليها وخليته يدرب عليها. فهنا راح اخذ الكلاسيفاير وراح اخذ الترين، الترين داتا اللي شفناهم بالسلايد اللي قبل شويه، وعمل تريننج لهم. الان بقول له كلاسيفاي جمله جديده، بقول له cl.classify this is amazing library اللي عباره عن بوزيتيف. فلاحظوا قد ما هي سهله موضوع اني اعمل كلاسيفيكيشن عن طريق النيف بيس وعن طريق اني اقول له هذا عباره عن بوزيتيف اور نيجاتيف. هاي اول شغله. الان you can get the label probability كمان distribution with the classify text method. يعني ممكن تطلع انت كمان مش بس البوزيتيف والنيجاتيف، ممكن تطلع كمان البروبابيليتي الاحصاء الاحتماليه تبعتها. فهون مثلا بقول له prob dot underscore this يساوي classify prob classify this one's a dozy. هون بقول له print prob this max، فقال لي بوز بوزيتيف. هنا round prob underscore this dot probability للبوز البوز البوزيتيف والبروبابيليتي اوف النيجاتيف. فطلع لي هنا البوزيتيف تقريبا 0.63 والنيجاتيف الاحتماليه تقريبا طلعت 0.37. هي كيف طلعت الاحتماليات. الان نطلع الكلاسيفاينج التكست بلوبس. مثلا هون عند تكست بلوب ذا بير از جود بات ذا هانج اوفر از هورابل. الكلاسيفاير اللي هو بدي استعمل انا سي ال، لاحظ السي ال اللي هو النيف بيس كلاسيفاير اللي انا استعملته هون بدي استعمله هون، وقلت له برنت بلوب دوت كلاسيفاي، وقلت له هاي طبعا الجمله، وقلت له فور اس فور كل جمله عندي بسنتنس برنت الاس وطلع لي الاس دوت كلاسيفاي الاس دوت كلاسيفاي. فهنا لاحظوا كيف طلع لي، بيطلع لي يكتب لي برنت السنتنس، هاي سنتنس وهي بوزيتيف وهي الثانيه بات هانجور از هوربل از نيجاتيف. فاول واحده عباره عن جود عباره عن بوزيتيف والثانيه عباره عن نيجاتيف. فقدرت اني امشي على الجمل هذول، اطبع الجمله واطبع الكلاسيفاي تبعتها بوزيتيف اور نيجاتيف. طيب الاكيرسي، اذا بدي اشوف الاكيرسي تبعت الموديل اللي انا اشتغلت عليه والديتا اللي اشتغلت عليها، فبقول له برنت سي ال دوت اكيرسي للتست، للتست ديتا الموجوده عندي اللي عرفناها قبل شويه، فطلع الاكيرسي اللي هو 0.8. فقدرت عن طريق يعني فيو لاينز اني اكتب جمل اللي بدي اياها واعمل تكست كلاسيفيكيشن بوزيتيف نيجاتيف عن طريق النيف بيس، ادربه على جمل معينه. فانت مثلا ممكن تجيب جمل معينه مثلا من تويتر و او على من كاجل، تجيب داتا ست كامله وتشوف الجمل اللي هي بوزيتيف والجمل اللي هي نيجاتيف، خليه يتدرب عليها بالطريقه هاي وشوف بعدين جمل معينه انها عباره عن بوزيتيف اور نيجاتيف. الان بنشوف مشروع صغير اللي هو على سنتمنت اناليسز، حبيت اعرض لكم اياه تشوفوه. مشروع سهل، السايت الويب سايت اللي هو موجود هنا اللي اذا بدكم تنزلوا الكود، وبنشوف الان المشروع اللي بنشتغل عليه. الداتا ست اللي بنشتغل عليها موجوده في كاجل، هي اول لينك هي او هذا ثاني لينك. بدنا نطلع اللي هي review.csv، لاحظوا review.csv تيجي هون تعملها داونلود، تعمل داونلود لكل شيء، بس هنا ما في داعي تعمل داونلود لكل شيء. اذا نزلت تحت انت
بتشوف انه في عندك ريفيوز دوت سي اس في، بتكبس عليها هي، بتعمل كليك هون على ريفيوز دوت سي اس في، وبتعمل هون على هاي الايكون داونلود. فما فيش داعي تعمل داونلود هون لكل الداتا الموجوده عندك، لكل، بس نعمل على داونلود للريفيوز، بس تنزل تحت تشوف ريفيوز دوت سي اس في، بتعمل هون بهذا الايكون كليك، بتنزل عندك الريفيوز. اما بتكون زيب فايل بتعملها انزيب، بتطلع معك الريفيوز دوت سي اس في، فهيك بيطلع معي الريفيوز دوت سي اس في اللي انا بدي اشتغل عليها بالمشروع تبعي. طيب شو هي الداتا الموجوده عندي؟ الداتا عباره عن الريفيوز دوت سي اس في، موجود عندي الاي دي، عندي برودكت اي دي، يوزر اي دي، البروفايل نيم، الهلب المتعلقه في الداتا هاي، هاي ما بيش راح استعملهم، مش راح استعملهم على الاطلاق، سكور اللي بيهمني السكورينج، وبيهمني التكست زي ما راح نشوف. ففي عندي انا لكل وحده في عندي لها سكور معين، وفي سمري لها، وفي تايم. فهسه بنشوف احنا كيف راح نستعمل الداتا هاي الموجوده عندي عن طريق اشوف مثلا اعمل شويه اناليسز على السكورينج على التكست، ونشوف ايش راح يطلع معي. هاي سنتمنت اناليسز موجوده عندي. الان انا هدفي اطلع سنتمنت اناليسز. ف اول شغله عملت الريفيو دوت سيت يساوي بي دوت ريد سي اس في فايل، اقرا سي اس في فايل، هاي ريفيوز دوت سي اس في. طبعا بكون انا عامل امبورتنج للبانداز نمباي والتكست بلوك، وبعدين بقول له خذ الداتا سيت اللي هي اول 20000 جمله، اول 20000 جمله، بعدين اي شيء فيه نل اعمل له دروب، بديش يكون في عندي داتا ما فيها نل فاليوز. بعدين قلت له بعمل لي برنت للهيد وفي الداتا هاي، فطلع لي هاي الهيد، هاي الاي دي والداتا كلها، وطلع لي التكست اللي بدي اشتغل عليه، وبدي اسوي سنتمنت اناليسيس على الريفيوز هاي الموجوده عندي. ففي عندي انا برودكت معين وعليه ريفيوز، فهاي الريفيوز اللي موجوده عندي بدي اشوفها، احللها واشوف السنتمنت اناليسيس تبعتها. فهون اول شيء بدي اعمل شويه اناليسيس لها، فقلت له امبورت سي بور وامبورت ماك بلوت لايبرري، وقلت له هنا شوف لي الاس ان اس سيبورن ريفيوز داتا سيت للسكور، بشوف كيف بوزع السكور اللي عندي. هسه بنشوف السلايد القادم وبنقول له شو، وبدي اشوف بعدين الكاونت بلوت للسكور، الكاونت بلوت للاكس يساوي سكور وداتا اللي هي ريفيو داتا سيت. فهي قدرت على طريق التو لاينز هذولا، بدي اسوي تو جرافز. هسه بنشوف جرافز على السلايد القادم. هاي السلايد اول واحد فيه السكور، لاحظوا قديش عندي 1 2 3 4 5، لاحظوا كيف، وقديش في عندي انا عملت بعدين الكاونت بلوت السكور، الكاونت بلوت 1 2 3 4 5، وهي طلع معي لكل واحد قديش عندي انا الكاونت بلوت. فقدرت اني اطلع التو جرافز عن طريق الجملتين اللي ذكرناهم قبل هذا السلايد. الان بدي اعمل سنتمنت اناليسز، بدنا نشوف اول شيء، نقول له اول شيء برنت ريفيوز داتا سيت للتكست اوف 350، رقم 350 برنتد، فطبع لي اياها. This chocolate covered espresso beans are wonderful، وهكذا. فالان بقول له تكست البلوب، سوي لي اياها تكست بلوب لهاي الريفيو، سوي لي اياها تكست بلوب. فهاي التكست داتا اللي موجوده عندي اللي شفناها هاي الجمله كلها، سوي لي اياها تكست بلوب. وقلت هنا سوي لي السنتمنت تبعتها، طلع لي سنتمنت تبعتها. فلاحظوا طلع لي هي السنتمنت تبعتها اللي هي 0.39 البولاريتي، والسبجكتيفيتي اللي هي 0.6 تقريبا، هاي يعني فيرلي بوزيتيف، فيرلي تقريبا 0.4 يعني فيرلي بوزيتيف طلعت معي، مش لانها 100% بتكون بوزيتيف كامله، بس هنا البولاريتي طلعت معي 0.39 يعني فيرلي بوزيتيف. الان لو قلت هون ديفاين فايند بول ريفيو ريتيرن، رجع لي التكست بلوب للريفيو دوت سنتمنت دوت بس بولاريتي، فطلع لي هون بس البولاريتي قديش هي بوزيتيف وقديش هي نيجاتيف. فهنا ممكن قلت له مثلا اعمل ريفيو داتا سيت للسنتمنت بولاريتي يساوي، قلت له سنتمنت اندرسكور بولاريتي، عرفت فيه الجديد سميته سنتمنت بولاريتي، قلت له سنتمنت بولاريتي يساوي ريفيو داتا سيت اوف تكست اوف ابلاي، طبق على هذا التكست الفاين بول. فهذا بدور على كل جمله وبجنبها شو يكتب، بجنبها يكتب البولاريتي تبعتها. فقلت له برنت هون الهيد تبعت البولاريتي، طلعت معي هاي البولاريتي. لاحظوا اول جمله صارت 0.49 اللي هي فيرلي بوزيتيف، الجمله الثانيه يا الله نيجاتيف يعني 0.03،
اللي بعديها 0.1 بوزيتيف، هاي بوزيتيف يعني شوي بوزيتيف بس مش 100% بوزيتيف. هاي الجمله مثلا فيرلي بوزيتيف وهكذا. فقدرت اني اعمل هنا فيلد، لاحظوا كيف الفيلد هذا حطيت فيه جوا الداتا سيت اي البولاريتي لكل جمله عن طريق عملته ابلاي للتكست لهذا الفانكشن، ابلاي للتكست لهذا الفانكشن. هنا بدي اقول له اعمل ديستريبيوشن للبلوت للسنتمنت بولاريتي، اعمل لي الديستريبيوشن، فطلع لي الديستريبيوشن لسيميلاريتي السنتمنت بولاريتي زي ما انتم شايفين هون، عن طريق عملت قلت له ديست اللي هو ديستريبيوشن بلوت، ديستريبيوشن بلوت، فطبع لي الديستريبيوشن كيف موزع عندي السنتمنت بولاريتي. هنا مثلا قلنا نوع منه بار بلوت، بار بلوت الاكس سكور، الاكس يساوي سكور والواي يساوي سنتمنت بولاريتي. فهنا اختلف الموضوع، هنا في عندي اكس وواي، صار عندي الاكس عباره عن السكور وقديش السنتمنت بولاريتي لها. فطلع هاي زي ما انتم شايفين الدياجرام الداتا سيت تبعتي، وطلع قديش عندي انا سنتمنت بولاريتي على الواحد على الاثنين على الثلاثه على الاربعه على الخمسه. هنا في عندي الان موست نيجاتيف، موست نيجاتيف، فقلت له يساوي الموست نيجاتيف يساوي ريفيو داتا سيت للداتا سيت تبعتي دوت سنتمنت بولاريتي يساوي ناقص واحد. لما تكون السنتمنت بولاريتي ناقص واحد تكون هي عباره عن موست نيجاتيف، يعني نيجاتيف 100%. وقلت له دوت تكست دوت هيد برنت موست نيجاتيف، هسه بنشوفه مع السلايد القادم، نشوف الموست نيجاتيف اللي هم ناقص واحد. وهنا قلت له هاي الجمله اللي هي رقمها 545، قلت له البرنت ريفيو داتا سيت لها، بعدين قلت له تسوي لي الموست بوزيتيف، الموست بوزيتيف اللي هي لما يكون بولاريتي يساوي واحد، طبعا الموست بوزيتيف لانه اذا قل من واحد بيكون فيرلي بوزيتيف، اما لما يكون واحد بيكون 100% اللي هي الموست بوزيتيف. وتكست دوت هيد بعدين برنت موست بوزيتيف، فنطبع هنا هسه الموست نيجاتيف والموست بوزيتيف. بعدين قلنا له عملنا برنت للداتا سيت للتكست لل 106 ولل 223. لاحظوا هاي الموست، الموست نيجاتيف، وهي الجمله، وهي الموست نيجاتيف، وهي الجمله اللي طبعناها، اللي طبعناها. فهيك عملنا الموست نيجاتيف والموست بوزيتيف اللي هم ناقص واحد واللي هم واحد. الان ننتقل على اخر مشروع اللي هو كمان مشروع صغير جدا، مشروع سهل، بس نشوف كيف نعمل كمان سنتمنت اناليسيس على هذا المشروع. موجود على هاي اللوكيشن، اللوكيشن هذا بخلي لكم اياه بالديسكريبشن تبعت الفيديو ان شاء الله. الان الداتا سيت اللي راح نستعملها في عندي تو تكست فايلز. التكست الاول عباره عن بوزيتيف دوت تكست فايل اللي هو هيو موجود، عباره عن كل الجمل اللي هم بوزيتيف، كل الجمل اللي هم بوزيتيف. لما نشوف كيف بدنا نقرا فايلز ونشوف نحللهم نشوفهم بوزيتيف والنيجاتيف تبعتهم، والنيجاتيف اللي هو النيجاتيف دوت تكست اللي هو هذا الفايل، هذا الفايل. فهذول هي اللوكيشن تبعتهم، ونخلي لكم اياهم كمان على خليكم على الديسكريبشن للفيديو. هاي البرنامج، البرنامج عبارة عن سهل جدا، عملنا تكست بلوب وقلنا البوزيتيف كاونت يساوي 0 والبوزيتيف كوركت يساوي 0. هنا قلنا له with open هذا البوزيتيف as if for line اقرأ line واعمل split لكل line موجود عندي، عن طريق اني بدي اقرأ اسا كل line بline. الاناليسيس يساوي تكست بلوب line، تكست بلوب لللاين، وقلت له اف الاناليسيس دوت سنتمنت دوت بولاريتي اكبر من زيرو، يعني البوزيتيف اندرسكور كوركت بلس 1، زيد لي على البوزيتيف كوركت بلس 1، والبوزيتيف كاونت بيستطلع انه هذا بوزيتيف كاونت، زيد لي 1. ونفس الشيء بدي اقرا الملف الثاني سطر سطر وافصله واشوف اذا البولاريتي اقل من صفر يعني بكون نيجاتيف، البولاريتي اقل من صفر، اذا كانت سنتمنت دوت بولاريتي اقل من صفر بكون نيجاتيف. بخلي لي الكاونت تبعتها الكوركت، النيجاتيف كوركت يساوي 1 ونيجاتيف كاونت يساوي 1. بس لاحظوا انه النيجاتيف كاونت والنيجاتيف كوركت يختلفوا عن بعضهم، لاني هون عملت سنتمنت اناليسيس بس هون بتقرا كل الفايل، بتقرا كل جمل الفايل بغض النظر. فهون عملت انا اناليسيس للجمل عن طريق السنتمنت اناليسيس جوا كل فايل،
بس مش معنى ذلك انه اذا قرات البوزيتيف كلها يطلع معي بوزيتيف، يجوز انه البوزيتيف يطلع معي زيرو او اقل شوي، او النيجاتيف يطلع معي اقل من زيرو او ممكن يطلع زيرو. فهذول عن طريق هذول الثنتين بقدر اشوف انه قديش الاكيوريسي الموجوده عندي بين السنتمنت اللي انا بدي اسويه على الملفات، وبين هو الملف شو فيه، البوزيتيف كله بوزيتيف مو اصلا، والنيجاتيف كله نيجاتيف اصلا، اللي هو الملفين هذول المفصولات عن بعض. فلاحظوا قلت له انا اعمل لي برنت للبوزيتيف اكيوريسي، اطبع لي البوزيتيف كوركت على البوزيتيف كاونت ضرب 100% والنيجاتيف كوركت على النيجاتيف كاونت 100%، فطلع لي هنا 71% البوزيتيف اكيوريسي والنيجاتيف اكيوريسي اللي هي 55%. لاحظوا البوزيتيف اكيوريسي يعني ماشي حالها، لكن النيجاتيف اكيوريسي طلعت 55%. الان اذا بتشوفوا الويب سايت اللي جبت منه هذا المثال، رد عمل له تيونينج، عمل له تيونينج عن طريق انه ممكن يغير شوي في الاركتكتشر للبرنامج هذا. مثلا ممكن اول شيء عن طريق انه يغير من زيرو، بدل ما تكون زيرو تكون مثلا 0.1 أو 0.2. فلاحظوا إذا تحطون 0.1 بصيروا أي شيء أقل من 0.1 بكون نيجاتيف، وأي شيء ما أكبر من 0.1 بصير بوزيتيف. فأنا أنت ممكن تتحكم بحضور، حتى أنت تتحكم بالأكريسي اللي عندك، وتتحكم قديش أنت الثريشولد الموجودين اللي بدك تشتغل عليه حتى تفصل بين البوزيتيفز وبين النيجاتيفز. بخلي لكم هذا، طبعا تشوفوا انتم هذا الويب سايت اللي جبت منه هذا البرنامج، تشوفوا شو سوى هو اكزامبلز حتى تتعرفوا كيف انت ممكن تغير على البولاريتي، تغير الثريشولد تبعتك من 0 ل مثلا 0.1 او تخليه حتى 0.2 وهكذا. فالطريقه من او الهدف من هذا البرنامج انه تتعرف انت اذا عندك انت ملف حاط فيه جمل بوزيتيف وعندك ملف ثاني حاطط جمل فيهم نيجاتيف، قديش الاكيرسي ترى بين انهم فعلا هذول بوزيتيف ونيجاتيف، وبين السنتمنت اللي انت بدك تسويه جوا البرنامج على هاي الجمل. فهذا هو الموضوع المهم اللي حبيت اشرح لكم، وهيك بنكون خلصنا هذا البرنامج. طبعا التكست بلوب طبعا فيها بعض الشغلات كمان مور ادفانس ممكن ترجعوا لها، لكن الأشياء الأساسية كلها شرحناها. درس شيق ممتع جدا لأنه سهل كثير على التكست بلوب، وأنصحكم تستعملوها لأنها سهلة وممتعة، وممكن تطبقوا كمان أعتقد على اللغة العربية. أشياء ثانية أنا ما جربتها إلى الآن، لكن ممكن تجربوها وتشوفوا إذا تشتغل معكم أو لا. وبلقاكم في درس قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.